2021 حتكون مختلفة، عمال أفكر سميها أنا هلا سنة التغيير. أول تغيير بدي بلش فيه هو استوديو. أنت عادة بتشوفه بس هيك الخلفية وراي وبتشوفه شوية أمور حلوة ولايك الأرض، هدول الأمور هيك عشان يطلعوا الفيديوهات باللي أنت تشوفوه هون. وهذه هي الغرفة اللي حأنقل عليها بعد هلا مفروشة، هي غرفة بنتي ولنشوف مبدئيا، ومن بعدها الله أكبر الله أكبر حتشوفوها كيف حتصير. لا 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 مش حفرجيكم عليها كلياتها هلا، حنوقف على كل التفاصيل ونشتغلها مع بعض وتشوفوا الذوق والديكور كيف حيكون. ماما بابا الحمد لله خلصنا اول مرحله، فضينا الغرفه نهائيا والغرفه الثانيه فرشنا لها، رجعنا للبنت وظبطنا لها امورها يا اخوان. وهلا بدي اروح اجيب الدهان لانه ناقصني بعد تقريبا شيء 4 لتر دهان، وخلينا نبلش فيهم لانه بدي بلش اليوم، بدي احاول اخلص على قد ما في اليوم وجان الدهان عشان بكره شو نبلش بالنقل والترتيب واذا في شيء بدنا نبخش له. نحن نفوت نشوف استوديو جديد من بعد ما خلص، اخذ معي تقريبا شي 3 ايام شغل، ما تاخرت فيه، نقلت بس الاغراض ميري لميلي وعملت انا عليه شويه اضافات. هلا هو بعد ما خلص 100% يعني صار تقريبا فينا نقول 95% او 90%، بعد في شويه هيك تفاصيل صغيره. بس قبل بدي تكتبوا لي بالتعليقات تحت شو رايكم فيه لهذا الاستوديو. وفي شغله بعد كثير مهمه يا شباب ما تنسوها، انه بدي تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس كثير ضروريه خاصه هلا. خلينا نفوت نشوف استوديو. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. استوديو فخم ما حدا يقول لي لا، اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو رايكم فيه مثل ما قلت لكم. واول شغله بدي احكي عن سيئات لهيدي الغرفه، اذا سامعين صوت الصدى، الصدى مزعج صراحه على الاخير، وسامحوني هلا على موضوع الصوت لانه انا اساسا اشتريت مايكروفون جديد بس صار في مشكله بعد هلا ما وصل، انسرق بيوكي بانجلترا وناطر لحتى يرجع يبعثوا لي واحد ثاني، قالوا لي ان شاء الله على يوم 15 هذا الشهر بيوصل، يعني الفيديوهات الجايه حتلاقي الصوت بعد افضل من هذا. السيئه الثانيه انه مضخه المي لهيدي الفيلا كلياتها اللي انا قاعد فيها موجوده فوق هيدي الغرفه دغري. فأي حدا بيستعمل المي بالبيت لازم تدور المضخة ويبلش يطلع الصوت هون، وهذا الموضوع صراحة مزعج كثير يعني، وخاصة بالتصوير، بتعرفوا انتوا بالتصوير المايكروفون بصير بيلقط أدق التفاصيل. بس برضه كمان بده الواحد يحكي حق، الحسن الحلوة فيها لهيدي الغرفة صار عندنا اي سي عيال
صار عنا اي سي. الاوضه اللي قبل كانوا نضرب عرق فيها كل ما بدنا نصور، وهيدي الاضاءه بس لما ندورها بتاعت الحراره كتير. هلا ان شاء الله بده يتحسن الوضع، حيصير ادائنا على الفيديوهات احسن. كل يوم مثل ما قلت لكم حنصير نعمل فيديو. وش رايكم بتغيير الاسم للقناه؟ بعتقد انتم كنتوا طلبتوا مني كتير انه غير اسم القناه، فعملت هلا وائل محمد. يعني بتصير اسهل على الكل انه يحفظها، وبصير الاسم هيك سهل يعني متعارف عليه، بدل ما انه هو كان وائل دبليو ام اف جادجت. هلا تعالوا احكي لي اخبركم عن كل قسم انا لشو قسمته، شو بدي اعمل فيه فيديوهات. تعالوا احكي لي، نحط الكاميرا هون، وهيدا هون حيكون القسم الاول. يعني بدنا نحكي فيه عن كل شيء فيه اخبار عامه، بنجيب اخبار من برا بنقعد نحكي فيها. لو بدنا نحكي شيء عن تعليمي، لو بدنا نقعد نحكي شيء له علاقه بامتى الاصدارات، الاسعار، تفاصيل الاخبار اللي صارت معي، يعني كل المراجعات تقريبا بدها تصير من هون. واذا جبت الطاوله حطيتها من قدامي بده يتغير الموضوع شوي، وبدها تصير طاوله انبوكسينج. نقعد نحكي عن الانبوكسينج، شو بكون موجود بالعلب، مراجعات الاخبار كمان، كل هدول التفاصيل بدهم ينعملوا من هيدا السكشن من هون. بما انه هيك سكشن رايقه وما فيها شيء احاديث جديه، والخلفيه الثانيه حتكون هيدا الخلفيه الثانيه، وكل شيء له علاقه ب تصنيع. نحن ما بنصنع، بس انه يعني كيف عملنا اللمبات مثلا، نحن قبل عملنا اضاءه لليوتيوب، نحكي عن عدسات مثلا، نحكي عن امور التصوير، شو ممكن تكون بقلبها معداتي، اذا بدي اقعد اشرح لكم انا عن معداتي، عن الاخبار الموجودين عندي، شويه نصايح لليوتيوب، كلهم هدول حنحكيهم من هون. وكل شيء هاردوير خلينا نحن نسميه، يعني هذا الورك شوب، كل الاخبار اللي انا بسويها تجمعات الكمبيوتر. يعني مثل ما انتم شايفين العده محطوطه وراي هون ومقسمه لثلاثه. القسم الاول هو العده الدريل والمفكات وهدول الاخبار، العده الثانيه حتكون خاصه بالتصوير، والثالثة حتكون خاصة بالكمبيوتر والسماعات وهدول القصص، والفريم الثالث أو الخلفية الثالثة حتكون، وهيدا حتكون الخلفية الثالثة والأخيرة تقريبا لهلا، لأنه في بعد خلفية رابعة بدي أعملها للتصوير، هي أوريدي جاهزة هون، بس يعني هيدي مش كتير حفوت بتفاصيلها هلا لأنه بعد ما جهزت على الأخير برجع بحكي عنها بعدين. يعني وهيدي الخلفية حتكون أساسا للتعليم على البرامج على الكمبيوتر، سلسلة المونتاج اللي نحن عمالين نعملها على الأدوبي بريمير، هلا بدنا نفوت كمان بسلسلة أفتر إفكت، في كتير أمور تفاصيل تعليمية على الكمبيوتر من هون. بس بنلف لما نكون عمالين نحكي وقاعد عمالين نتحدث أنا وياكم وبنكمل شغل على الكمبيوتر، فبدي منكم هلا تدعموني بس بقلب، تحطوا لي بالكومنت، وقد ما بتعطوني قلوب قد ما بكون عملت تدعموني وعملت تدعموني معنويا، عشان شوف انا قديش ممكن كمل بهذا الموضوع، وقديش في عالم عملت تحب اللي انا عم بعمله وبدها تدعمني. وبتشكركم كثير يا شباب على كل شيء عملت قدموا لي اياه، ومن هلا وبالرايح لحظه جديده، حياه جديده، السنه تغيرت صار اسمها سنه التغيير. 2021 حتكون غير علي، وان شاء الله يا رب تكون غير عليكم واحسن لكم، وتكون قطعت السنه اللي مش منيحه على كل العالم، من كورونا لمشاكل لتفجيرات لفيضانات. يعني خلينا ان شاء الله يا رب تكون افضل على الكل. بتمنى لكم الخير، ولهون فيني اقول لكم انه خلصت حلقه اليوم. بتمنى يكون عجبكم الفيديو ويكون عجبكم الاستوديو، والسلام عليكم.